يتمتع المزارعون السوريون بخبرات تمتد لسنوات طويلة في مجال العمل الزراعي، مما يساعدهم في الحصول على محصول جيد. ولكن عندما يتعلق الأمر بتحقيق الربحية وتكوين شبكات من العلاقات وإدارة المزرعة، فإنهم يجدون أنفسهم بحاجة لمساعدة، وخصوصاً فيما يتعلق بالخطوات الأساسية في فهم احتياجات السوق والزبائن، مما يؤدي إلى صعوبة في التواصل مع الزبائن المناسبين والمهتمين بشراء منتجاتهم. كما يمثل فهم الطريقة التي يتفاعل فيها العرض والطلب مع بعضهما بعضاً في السوق تحدياً آخر بالنسبة للمزارعين، الأمر الذي يؤدي بهم لبيع منتجاتهم بأسعار أقل من منافسيهم أو حتى أقل من سعر التكلفة، وبالتالي تحقيق أرباح ضئيلة أو حتى تكبد خسائر مالية. لذلك كان من الضروري جداً العمل على تحويل طريقة تفكير المزارعين من النظر لأنفسهم كمنتجين يعملون في المزرعة إلى أصحاب أعمال زراعية ربحية ناجحة. وبطريقة التفكير الجديدة هذه يمكنهم إدارة عمليات مزارعهم بشكل أفضل وزيادة أرباحهم وتحسين وضعهم المعيشي. البدء من السوق والعمل الجماعي واستخدام السجلات كلها كانت مفاهيم وأفكار جديدة بالنسبة للمزارعين المشاركين، ولكن بعد سلسلة اللقاءات التفاعلية لم تعد مألوفة لدى المزارعين فقط، بل أصبحت أسلوب عمل متبنى من قبل هؤلاء المزارعين. لما قدمته من حلول فعالة للواقع الزراعي الصعب، على سبيل المثال تبدد القلق المتعلق بتسويق المنتج لأنه كانت البداية من السوق وتم ربط المنتج بالسوق، أو مثلا أصبحت التكاليف أقل باتباع مبدأ العمل الجماعي، وأيضا المزرعة أصبحت أكثر تنظيما باستخدام السجلات وتدوين كل التفاصيل، فإدارتها صارت أسهل. هالشيء كتير مثل بيقولوا ساعدنا يعني، وحطنا فكرة براسنا إنه نحن مو لازم نوقف عند شيء محدد يعني إنه اشتغلنا وبس، لا، أنت لازم تشتغل تنتج وتسويق. فأنا مو بس وقفت عند الزيتون، خلال طلعاتي وفوتاتي مثلا طلعت على الأسواق الثانية، إنه في عندك مثلا لوزيات، في عندي الجوز، في عندي التين، رمان، كمان كمثل كانك ما شايفي تين، رمان، لوزيات، كله كمان السنة هذا من خلال انفتاح على السوق زدت بعض الأصناف الأنواع، بحيث أنه في العام الجاي مثلا العام المقبل وقف سوق الزيتون عندي كميات ثانية مثلا تين، رمان، أو إجا زبون مثلا بده مثلا طلبي ياخذها كامل عندي. تعمل مدارس الأعمال الزراعية التي أسستها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو على معالجة هذه التحديات من خلال دعم المزارعين في إدارة مزارعهم بشكل أفضل وتحويلها إلى أعمال تجارية ربحية، وذلك عبر مساعدتهم للتحول من عقلية الإنتاج فقط إلى الانطلاق من تقييم احتياجات السوق كنقطة بداية، وبالتالي اختيار المحاصيل التي بالإمكان زراعتها وتوقيت بيع المحصول وأماكن بيعه، أي باختصار مساعدتهم ليكونوا متوجهين نحو السوق. كنا نتبادل خبراتنا نحن طبعا مع بعض ونخطط ننفذ، كل واحد عنده فكرة شكل نتباحث فيها نتناقش فيها يعني لنلاقي الفكرة المناسبة ونطبقها. مثلا الشتول نحن كنا كل واحد يزرع صنف لحاله، كل واحد يشتري بدار من منطقة تانية، صرنا نشوف وين الأرخص والأحسن وحدا ما يغشنا مثلا، صرنا هيك نتباحث بهي الشغلات هذه نحن لحتى كوننا هذا الشيء. تعمل مدرسة الأعمال الزراعية على وضع نموذج لإدارة المزرعة يشجع المزارعين على العمل معا في مجموعات وتبادل المعرفة والأفكار لتحقيق نتائج ربحية أفضل، حيث يتعلم المزارعون كيفية إنشاء شبكة واسعة مع الشركاء في السوق والتخطيط بشكل جماعي للمحاصيل التي يجب زراعتها بما يتماشى مع آليات العرض والطلب في السوق، وبالتالي تحسين أرباحهم وتخفيض النفقات لدى كل منهم نتيجة تقاسمهم التكاليف من خلال العمل الجماعي.
شهدت مدرسة الأعمال الزراعية حماساً رائعاً بين مجموعات المزارعين، معززة بذلك التماسك الاجتماعي للمجتمع، حيث نرى المزارعين يتشاركون عن طيب خاطر ما تعلموه من مدرسة الأعمال الزراعية مع مزارعين آخرين، ويقومون بالشرح الدقيق لمفاهيم العمل الربحي والسجلات التجارية المبسطة باستخدام صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الفائدة لبقية المزارعين على نطاق أوسع. إيصال الأفكار أو المعلومة ما نخليها محطوطة عن شخص، لازم نوصلها لأكبر شريحة ممكن من الإخوة المزارعين من خلال التسجيلات اللي منقوم فيها، الفيديوهات اللي عم نسجلها، عم انشرها أنا مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، صفحة إنستغرام، واتساب، وصفحة الفيسبوك، لتوصل لأكبر شريحة ممكن من الأشخاص أو المزارعين أو المهتمين بالشأن. من الضروري التوسع بنشر مفاهيم مدارس الأعمال الزراعية التي أسستها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وذلك لما تنطوي عليه من إمكانيات كبيرة لمساعدة العديد من المزارعين في تحويل مزارعهم التقليدية إلى مشاريع أعمال زراعية ربحية وتوسيع شبكات علاقاتهم التجارية وتحسين مستوى معيشتهم. مدرسة الأعمال الزراعية هي فرصة وحل لتطوير الواقع الزراعي وتحسين الإنتاج، وأيضاً تغيير سلوك المزارعين من خلال ربط السوق بالمنتج، وبالتالي لابد من تعميم هذه التجربة. ذلك يتطلب عدة أمور، على سبيل المثال توسيع قاعدة الاستهداف وزيادة عدد المدارس وبالتالي انتشار أكبر لهذه المفاهيم. ثاني شيء ممكن تأهيل عدد أكبر من الميسرين لتشكيل نواة فريق قادر على قيادة عدد أكبر من المدارس. أيضاً لابد من إعادة جدولة المدرسة زمنياً بحيث تشمل دورة كاملة للإنتاج الزراعي من الزراعة وحتى نهاية أعمال التسويق لضمان الفهم الكامل لكل المراحل.